التحية تتواصل من أرضية هذا الميدان، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بما هو جديد في عاصمة ميادين سباقات الهجن، ميدان الوثبة، حيث جائزة زايد الكبرى التي تعيش أيامها هنا في أرضية هذا الميدان بانطلاقة هذه الشعارات التي توافدت من كل مكان، من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق للمشاركة في هذا العرس التراثي الكبير والمتكامل. نبدأ في شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا الرابع عشر هو شوط الختام، اختتام هذه الأمسية التي جمعت ما بين الماضي والحاضر بانطلاقات التراث، بانطلاقات جميلة من سفن الصحراء. شوطنا الرابع عشر للأبكار المهجنات الأصايل، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ونبدأ مباشرة إلى المركز الأول، إلى وزن اللي تتقدم الأسماء، تتقدم الشعارات، تبدأ بشعارك، بشعارك يا مبارك يا بن ثاني. يتقدم في هذه اللحظات ساري بن محمد بن ثاني المزروعي على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الضبي بدأت على المركز الثاني، يتقدم محمد بن عبيد بالحلوس العامري باحثا عن كلمة الناموس التي يطمح ويطمع لها الجميع في هذا السباق وفي هذا المهرجان. النقلة إلى شوق، ويا شوق وهزني هو الشوق، بدأت هنا تتقدم شوق ليتقدم حسن بن فهد بن محمد آل بريك ليتقدم هنا قادما للمنافسة. المركز الرابع وصول هنا بأداء نهرين، ليست بنهر واحد إنما نهرين، تتقدم في هذه اللحظات ويتقدم شعار بناصر، يتقدم الزعيم، يتقدم محفوظ بن خميس لينيبي بانطلاقاته الجميلة بتضمير وإدارة فايل بن حمد العويسي الملقب بفايل الطويل. يتقدم في هذه اللحظات ويتحرك في هذا الانطلاق المركز الرابع هنا في هذه اللحظات الجميلة، أو المركز الخامس، خامس المراكز تتحرك فيه وتنطلق في هذه اللحظات. تنطلق بيان وأصدرت بيانها الأول لمحمد بن خادم بن حمد المنصوري. المركز السادس، سادسا رباعة، الرباعة بدأت تتقدم لمسلم بن حضرم بن حسن السلي، يتقدم في هذه اللحظات ويتحرك في هذه اللحظات للمنافسة على سادس المراكز. أما المركز السابع هنا تتقدم على سابع المراكز العاص، تتقدم بشعار خلفان بن بخيت بن محمد المنصوري، يتحرك أيضا على المركز الثامن. الوصول الجميل مع ثامن المراكز مع المركز الثامن، تحركت به العاصمة لسالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري. أما المركز التاسع فيه القادمة هنا 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 القادمة والمتحركة الشاهنية، تتحرك في هذه اللحظات لعبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، مقدما أيضا لأداء الشاهنية في هذا الشوط. وهملولة، هذه هملولة القادمة. بينما المركز العاشر، عاشر المراكز وصولا جميل من الماسة لأحمد بن علي بن سلطان السبوسي، ولكن العودة، ولكن العودة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى التحدي الجميل، إلى إلى وزن اللي تتقدم الأسماء وتتحرك بشعار المنتحر. يتقدم بأول المراكز، يتحرك بأول التحديات ساري بن محمد بن ثاني المزروعي.
يتقدم، يطمح للمركز الأول، يطمح لهذا المركز الذي يطمح ويطمح له الجميع، يتحرك بأداء وانطلاقاته وطموحه المراود له دائما وأبدا. المركز الثاني الظبي، ظبي الفلا، رمز العطاء، محمد بن عبيد بالحلوس العامري يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث هناك نهرين، محفوظ بن خميس بن علي الينيبي يتقدم الجنيبي ليتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الرابع بيان لمحمد بن خادم بن حمد المنصوري وصولا على المركز الخامس من انطلاقة شوق حسن بن فهد بن محمد آل بريك على المركز الخامس. يا سلام يا سلام يا هذه القوة التي بدأت مبكرا، بدأت بهذه الأسماء، بدأت بهذه الشعارات، بدأت بالقوة، بدأت هنا بهذه المنافسة الكبيرة. هملولة تقدمت على المركز السادس، عتيج أو عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري يتحرك بهملولة، يتحرك بهملولة، والتحرك أيضا مع العاصمة سالم بن علي بن سالم المنصوري. يتقدم الربيعي، يتقدم الربيعي في هذه اللحظات ليتحرك هنا. هذا ممثل الوثبة الدائم يتقدم في هذه اللحظات مقدما للعاصمة، ونحن في العاصمة الإماراتية أبوظبي في هذا المهرجان وفي هذا الميدان. نعود يا بن مية، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى القوة، نعود إلى وزن، إلى وزن، وزنها ثقيل على المركز الأول لكنها خفيفة على الميدان. تنطلق في صدارة هذا الشوط، تنطلق بشعار ساري بن محمد بن ثاني المزروعي يتقدم أيضا، يتقدم ويتحرك، وسار ساري، وسار ساري إلى المركز الأول. انطلق مبكرا في هذا الاندفاع الجميل. المركز الثاني بيان، يا بيان يا بيان، أصدرت البيان وانطلقت بالمركز الثاني مقدمة لهذا الأداء بشعار محمد بن خادم بن حمد المنصوري. أما المركز الثالث نهرين، يا نهرين القادمة لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي. المركز الرابع الظبي محمد بن عبيد بالحلوس العامري. المركز الخامس هنا هملولة عبيد بن عتيج بن زيتون. المركز السادس مع انطلاقة وتحديات، تحديات شوق، هذا الشوق، هذا الاندفاع، هذا الانطلاق، حسن بن فهد بن محمد آل بريك يتقدم، يتقدم هنا في هذه اللحظات، يتقدم على سادس المراكز. ولكن أرى أسماء وصلت في هذه اللحظات، وصلت الحذرة وتقدمت هنا بشعار، بشعار الحذرة القادمة لخالد بن سعيد بن فهد الزايد الهاجري، ووصول آخر بدأ على المركز الثامن من الماسة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. يا للقوة، يا للإثارة، يا للانطلاق الجميل. وزن 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 على الصدارة، وزن على المقدمة، وزن على المركز الأول. 2 كيلو ما تبقى من نهاية، شدي حيلك يا وزن، شدي حيلك يا وزن. الأسماء وصلت، الأسماء وصلت، والتحديات بدأت والانطلاقة في هذا التحدي الجميل. إذا ساري بن محمد بن ثاني المزروعي يتقدم الأسماء، ولكن وصول وتغيير بدأ في هذه اللحظات. لتتقدم الماسة، لتقدم الماسة هنا بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، ووصول من بيان محمد بن خادم بن حمد المنصوري. وتحركت أيضا، تحركت الحذرة، بدأت الحذرة. الله، يا هذه المنافسة، يا هذه التحديات. خالد بن سعيد بن فهد الزايد الهاجري، هاجر الهاجري، بدأ يهاجر من المراكز الخلفية
إلى المراكز المتقدمة، المركز الثالث بيان، المركز الرابع معك يا بالحلوس، المركز الخامس دخول من شموخ عبد الله بن علي بن سعيد المنصوري، ووصلت قمرة لسعيد بن مطر الرميثي. منافسة الأقوياء، منافسة الأبطال، الرباع قادم، ولكن الصدارة معك يا الشيبة، الصدارة والمركز الأول الماسة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، راح إلى الصدارة، راح إلى المقدمة، راح إلى المركز الأول. المركز الثاني مع انطلاقة الحذرة في شوط الختام، خالد بن سعيد بن فهد آل زايد الهاجري، وقدوم بن دري، وقدوم من الرميثي، ولكن ند الشبه تنادي هذا الشعار. انطلقت الماسة وتحركت بشعارك يا أحمد يا بن علي يا بن سلطان يا السبو، راح إلى المركز الأول، راح السبوسي ويقول الناموس ناموسي هنا على المركز الأول، هنا على الصدارة، مقدما لهذا الشعار الذي يا مصال وجال في عالم سباقات الهجن، يا معتل المنصات، يا من تزع الرموز، تهانينا لك يا الشيبة يا السبوسي على هذا الفوز والانتصار الداعم لهذا الشعار، تهانينا والناموس إلى مالك الماسة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي على هذا الفوز والانتصار الجميل. ها هي لحظات الفوز، المركز الثاني وصلت فيه، على المركز الثاني كانت الحذرة خالد بن سعيد بن فهيد آل زايد الهاجري، المركز الثالث كانت حاضرة بها هناك العاصلي خلفان بن بخيت بن محمد بن علي المنصوري، المركز الرابع حضرت فيه قمرة أو شموخ علي بن عبد أو عبد الله بن علي بن سعيد المنصوري، المركز الخامس قمرة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي كانت حاضرة، ولكن تهانينا والناموس لك يا مالك الماسة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، من انتزع هذا الفوز والانتصار الجميل في شوط الختام واختتم هذه الأمسية التراثية الجميلة بانطلاق مميز أهداه إلى ند الشباء 12 دقيقة 44 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا لأحمد بن علي بن سلطان السبوسي على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني الحذرة لخالد بن سعيد بن فهيد آل زايد الهاجري، توقيتها الزمن 12 دقيقة 46 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما كانت على المركز الثالث وحضرت فيه المتقدمة هذه، توقيتها الزمن 12 دقيقة 47 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، كانت العاسة لخلفان بن بخيت بن محمد بن علي المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.